زيادة على ذلك، اقترح شعباني على بنبلة أن تكون قيادة هيئة الأركان، جماعية دورية كل 3 سنوات، على أن يكون أول قائد للأركان أعلاهم وأقدمهم رتبة، تفادياً للانقلابات العسكرية التي كانت سائدة في إفريقيا، مما أثار غضب بومدين الذي رفض ذلك في حوار له مع لطفي الخولي، حيث أبدى استغرابه لفكرة الجيش الذي يخضع لقيادة جماعية. مرحبا أصدقائي، مواصلة للجدل الذي أثارته مذكرات الرئيس الشاذلي بن جديد حول قضايا تاريخية مختلفة ما زال يلف بعضها الغموض، على غرار قضية إعدام العقيد محمد شعباني. حلقتنا اليوم سنتحدث فيها عن وجهة نظر شقيق العقيد شعباني في شهادة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد حول هذه القضية. عرف العقيد شعباني بمعارضته المبدئية والمطلقة لإدماج الضباط الفارين من الجيش الفرنسي في مناصب حساسة ومؤثرة في صنع القرار داخل الجيش، والذي كان يندرج ضمن مخطط الجنرال ديغول، والذي أعلن عنه في الاجتماع الذي خص به الباشا غاوات والقياد في قصر الإليزي بتاريخ 13 ماي 1958، حيث أعلن أن فرنسا ستخرج من الجزائر، وعليه فإنه يتعين عليهم تحضير أنفسهم وأبنائهم من أجل الدور الجديد، وذلك بالتسرب والانضمام إلى الثورة بهدف اختراقها. أعلن العقيد شعباني موقفه المعارض أمام المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطني، حيث طالب بتطهير الجيش من العناصر المندسة والمشبوهة، ما أثار غضب وزير الدفاع ونائب الرئيس هواري بومدين، الذي تناول الكلمة مباشرة دون إذن، معقبا على تدخل العقيد شعباني بقوله: من هو الطاهر بن الطاهر الذي يريد التطهير؟ وانتهى المؤتمر إلى القطيعة التامة بين العقيد شعباني ووزير الدفاع بومدين، الذي لم يتأخر في اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بإحكام سيطرته على الجيش، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تنحية العقيد شعباني، خاصة بعد فشل كل المحاولات الرامية إلى احتوائه. كان أهم هذه الإجراءات إعادة هيكلة النواحي العسكرية، حيث تم تغيير مقر الناحية الرابعة التي كانت تحت قيادة العقيد شعباني من بسكرة إلى ورقلة، وعين على رأسها الرائد عمار ملاح، وهي الإجراءات التي رفضها العقيد شعباني جملة وتفصيلا، لتنطلق حملة التشويه والتضليل التي دشنها الرئيس بنبلة بتاريخ 1 جويلية 1964. وفي تصريح لجريدة الشعب، حيث وصف العقيد شعباني بالرجعي الإقطاعي الذي يريد أن يلعب دور الباشاغة، وفي يوم 2 جويلية 1964 أعلن عن صدور 3 مراسيم رئاسية تقضي بعزل العقيد شعباني من المكتب السياسي ونزع رتبته العسكرية وعزله من قيادة الأركان، وذلك باقتراح من بومدين وبناء على تقرير منه. لم تغير الأكثر من 60 سنة التي مرت على اغتيال العقيد شعباني من طبيعة النظام الجزائري، الذي ظل نسخة بنفس الطرق والوسائل لطمس الحقائق وتشويهها. فخرج علينا الفار من الجيش الفرنسي خالد نزار بكتاباته التي أغرق بها السوق، والتي حشد لها الأكاذيب وأحياناً الأساطير، بينما بقيت العديد من الشهادات والمذكرات التي كتبها قادة كبار من أمثال بن طوبال حبيسة الصدور تنتظر أن يفرج عنها. ويبدو أن خالد نزار، والذي قال في شهادته أنه كان أثناء أزمة شعباني متواجداً بالاتحاد السوفياتي
في فترة تكوين دامت عامين قد استطاع أن يعثر على تهمة لم تخطر على بال بن بلة ولا بومدين، حيث جاء في كتابه الجيش الجزائري في مواجهة التضليل أن شعباني الذي كان يحفظ القرآن كاملاً والذي تخرج من معهد ابن باديس بقسنطينة والذي اطلع بمحنة ومأساة الشعب الجزائري الذي كان يشعر بآلامه وقهره ومعاناته عايشها وعاناها هذا الرجل، ذهب ضحية لفتاة شقراء أتت من بلاد باردة كانت تعمل مع المخابرات السوفياتية. وحسب الفار من الجيش الفرنسي خالد نزار فإن بومدين وبن بلة حذراه من عواقب هذه العلاقة التي تمس بأمن البلد، غير أن شعباني لم يستجب فدفع ثمن عناده كما تمت محاكمة الفتاة بتهمة التجسس وحكم عليها بعشر سنوات سجنا بسيدي الهواري. لا يستطيع أيا كان أن يدعي أنه يملك الحقيقة التاريخية المطلقة ولو أدى اليمين قائلها، خاصة إذا كنا نتكلم عن فترة زمنية تاريخية لا يزال صانعوها على قيد الحياة، لكننا نعتبر أن الزمن يعتبر عاملا أساسيا في الكشف عن الحقائق التاريخية التي كانت عرضة للتعتيم والتضليل تارة وللتفسيرات والتأويلات الخاطئة تارة أخرى. بغض النظر على الأغراض والمقاصد التي تقف ورائها ووعيا مني بضرورة المساهمة في تخليص الحقيقة التاريخية من يد أولئك الذين اغتالوا الثورة واغتصبوا الاستقلال، كان لزاما علي أن أساهم في هذا الموضوع، خاصة بعد الجدل الكبير الذي أثارته شهادة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد في الملتقى الذي عقد بالطارف حول القاعدة الشرقية في 27 نوفمبر 2008. هذا الأخير الذي اعترف بمسؤولية الرئيس بن بلة عن الجريمة الفظيعة والتي شارك فيها التي ارتكبت في حق العقيد شعباني، محاولا في الوقت ذاته تبرئة الرئيس هواري بومدين، مقسما بالله أن ما قاله هو الحقيقة في الوقت الذي يصرح فيه بأنه جيء به من قسنطينة حيث كان يشغل منصب قائد الناحية الخامسة. أما نحن فنقول أن الحقيقة التي ستكون لديها أوراق أخرى لتوزعها حتى تكتمل صفحة من صفحات تاريخنا الذي أرادوا تمزيقها. إن خيار الاشتراكية الذي فرض على الشعب الجزائري غداة الاستقلال، سواء كان الاشتراكية القومية العربية التي نادى بها بن بلة أو الاشتراكية الإسلامية التي نادى بها بومدين، لم تكن في الحقيقة إلا اشتراكية فاشية تخفي تحتها رغبة جامحة للانفراد بالسلطة، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى نظام حكم طغت فيه الشخصنة على المؤسساتية، هذا النظام الذي جاء بأناس أرادوا أن يبنوا تاريخا على مقاسهم، يظهرهم في صورة الأبطال المكللين بأوسمة المجد فارضين على الناس أن يحنوا رؤوسهم تمجيدا لهم، وجمع حوله النظام زمرة من المتملقين والانتهازيين الذين تقيدهم المصلحة الخاصة والإثراء السريع عن طريق المنصب، من أمثال العقيد أحمد بن شريف قائد الدرك الوطني لمدة 15 سنة. أما عن قراءتي لاعترافات الرئيس الشاذلي بن جديد وإدلائه بأسماء الجنات ومساعديهم في اغتيال العقيد شعباني، فإنه كان صادقا مع نفسه مصدقا حقيقته التي أمليت عليه من طرف الرئيس بومدين، ومن جهة أخرى فإنه وبعيدا عن القراءات السياسية فإن الشاذلي كان إنسانا قبل أن يكون رئيسا واستيقظ فيه ضميره ليؤنبه على مشاركته في جرم كان في قرارة نفسه رافضا له ارتكبه تنفيذا لأوامر الرئيس بن بلة القاضية بإعدام عضو المكتب السياسي أعلى هيئة في الدولة والضابط الأعلى رتبة في الجيش والأصغر سنا، تلك الرتبة التي استحقها وانتزعها بجهاده وباقتراح من رفقاء السلاح. وهنا أغتنم الفرصة لأطرح السؤال الآتي: لماذا التزم أعضاء المكتب السياسي العشر الصمت إزاء المساس بهيئتهم؟ أما محاولة الشاذلي بن جديد تبرئة الرئيس بومدين من مسؤولية اغتيال شعباني، فإن الوثائق والنصوص القانونية لا تسعفه، وتفنيدا لما قاله
نورد مجموعة منها لا تحتاج إلى تعليق. أولاً، المرسوم المؤرخ في 2 جويلية 1964 المتعلق بإنهاء مهام عضو هيئة الأركان للجيش الشعبي الوطني العقيد محمد شعباني. هذا المرسوم الذي أصدره بنبل رئيس الجمهورية بناء على تقرير نائب الرئيس ووزير الدفاع. هذا التقرير الذي يفترض أن هناك نسخة منه على مستوى رئاسة الجمهورية وأخرى بوزارة الدفاع، والذي نطالب بالكشف عن محتواه لتحديد طبيعة التهم الموجهة إليه. ثانياً، المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جويلية 1964 المتعلق بتجريد العقيد شعباني من رتبته العسكرية وفصله من الجيش بناء على تقرير من وزير الدفاع، والسؤال ذاته يطرح: ما الذي احتواه هذا التقرير؟ أما فيما يخص تساؤل الرئيس الشاذلي بن جديد واستغرابه تلك الرغبة الملحة في التخلص من شعباني، فإننا نؤكد أن هذا الإقرار يؤكد وجود هذه اليد الخفية لبومدين المتسترة بالرئيس بنبلة، والتي حاكت بدقة خيوط الجريمة التي راح ضحيتها شعباني وجانب كبير من تاريخ الجزائر. ثالثاً، القرار المؤرخ في 3 من أوت 1964 المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة، حيث تم اختيارهم جميعاً باستثناء رئيس المحكمة من طرف هواري بومدين، وهم على التوالي: العقيد أحمد بن شريف، الرائد سعيد عبيد، الرائد الشاذلي بن جديد، الرائد عبد الرحمن بن سالم. والذي راعه في اختيارهم انتماءاتهم الجهوية بالإضافة إلى ممثل الحق العام أحمد درايا، والذي كان محكوماً عليه بالسجن من طرف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ثم إطلاق سراحه بتدخل من بومدين، ثم تكليفه بمهمة تحت رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، ثم تعيينه بقرار صادر في نفس اليوم ومن طرف نفس السلطة. وتأكيداً على اليد الخفية لبومدين، فإنه لم يكتف فقط بإصدار القرارات المتعلقة بتنظيم المحكمة، بل قام بخرق الإجراءات القانونية. هذه الحقيقة التي كشفها الشاذلي دون قصد، حيث أكد أن العقيد بن شريف لم يكن ضمن هيئة المحكمة، الأمر الذي يعد خرقا للمادة 2 فقرة 2 من الأمر 21211 المؤرخ في 28 جويلية 1964 المتعلق بإنشاء المحكمة العرفية، والتي تنص على رئيس يتم اختياره من طرف وزير العدل، 4 قضاة مساعدين من ضباط الجيش الوطني الشعبي معينين من طرف وزير الدفاع الوطني، ممثل الحق العام ضابط من الجيش الوطني الشعبي معين من طرف وزير الدفاع. وبغض النظر عن شرعية المحكمة التي أوجدها كل من بنبلة وبومدين لإعطاء الصبغة القانونية للجريمة، فإن عدم احترام المادة 2 يعد عيبا في الإجراءات يمنع من انعقاد المحكمة لعدم اكتمال تشكيلتها، وذلك لغياب العقيد أحمد بن شريف الذي أمضى على الحكم بعد ذلك رغم غيابه، مما يؤكد أن الحكم الصادر كان حكما سياسيا بطابع قانوني صادر عن عسكريين مأمورين لا إرادة لهم. أما العقيد بن شريف، والذي يفترض أنه كان عضواً بالمحكمة، فقد كلف بمهمة أخرى من طرف بومدين، حيث قام بمحاصرة الثكنة التي أجريت فيها المحاكمة، وتحويل الضحية شعباني إلى مكان تنفيذ الإعدام، الذي هيأه وطوقه بقوات الدرك الوطني لمدة ساعات وقبل انطلاق المحاكم، الأمر الذي أكده الشاذلي مرة أخرى دون قصد. إن دور بومدين في قضية تصفية شعباني لا ينفي مسؤولية بنبلة، هذا الأخير الذي قام بإصدار الأمر المتعلق بإنشاء المحكمة العرفية، الأمر 61211 المؤرخ في 28 جويلية 1964، والذي ينص في المادة 3 على ممثل الحق العام بناء على تكليف من وزير الدفاع يقدم قرار إلى المحكمة يحتوي على تكييف الوقائع وبيان القوانين الواجب تطبيقها، إجراءات التحقيق غير قابلة للطعن. المادة 4
المحكمة العرفية تحدد إجراءاتها بنفسها. تفصل المحكمة بعد يومين من إخطارها. المحاكمة مغلقة ودون مرافع. المادة 5: الحكم الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن والاستئناف وينفذ فوراً. هل تختلف هذه المحكمة والتي نعتبرها وحشاً قانونياً عن النظام الذي طبقته فرنسا الاستعمارية على الأهالي؟ ألا يعد نظام هذه المحكمة مستوحى من الأمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1842 الذي ينص على أن الجرائم والجنح المرتكبة من طرف العرب أنديجان في المناطق العسكرية تخضع لأحكام مجالس الحرب وقراراتها غير قابلة للاستئناف؟ بالإضافة إلى كل هذا، يأتي رفض بنبلة لإصدار العفو رغم مناشدة هيئة المحكمة ليدينه ويثبت تورطه وتواطؤه مع وزير دفاعه هواري بومدين في الوقت الذي أصدر فيه قرار بالعفو عن قاتل محمد خميستي وزير الخارجية، وهذا يوم 4 سبتمبر 1964. يتضح من هذا كله أن كلا من بومدين وبنبلة كان مسؤولين بصفة مباشرة عن ما يجدر بنا أن نطلق عليه تصفية العقيد محمد شعباني. في هذا السياق فإنهما لا يختلفان كثيرا عن الجنرال أوفقير الذي صفى بن بارك في فرنسا بأمر من الحسن الثاني وأساريس قاتل بن مهيدي. أما السؤال الكبير الذي يطرح نفسه فهو: ما هي الدوافع الحقيقية التي كانت وراء المحاكمة التي حيكت بإحكام لتصفية العقيد شعباني؟ يعود بنا هذا السؤال إلى 19 أبريل 1962، حيث بعث العقيد شعباني برقية إلى الحكومة المؤقتة مشفرة ومرقمة، والتي تلقتها بتاريخ 24 أبريل 1964. جاء فيها: ابتداء من وقف إطلاق النار، عناصر مسؤولة تقول أنها مفوضة من طرف الحكومة المؤقتة تقوم بعزل مسؤولين مناضلين الذين ساهموا في الثورة التحريرية وتعويضهم بآخرين كانوا أعداء للشعب. هذا ما يقع في بعض المدن لبعض الولايات. ألفت انتباهكم إلى خطورة هذه التصرفات التي أثارت الغضب الشعبي. إذ استمر هذا نخشى أن نخسر ثقة الشعب وبالتالي مناصرته في انتخابات تقرير المصير. وفي الخطاب الذي ألقاه بمدينة مسعد تكلم بصراحة عن تسرب عملاء لفرنسا داخل جيش الحدود، وحذر منه، الشيء الذي استاء منه كثيرا بومدين. وبعد استتباب الأمر وأصبحت الولاية السادسة ناحية عسكرية رابعة بقيادة العقيد شعباني، طلب هذا الأخير من بومدين تنحية الرائد شابو آنذاك من منصبه الإداري حتى لا يطلع على أسرار وزارة الدفاع والمراسلات بين وزارة الدفاع والنواحي، وذلك لأنه كان من مجموعة الفارين من الجيش الفرنسي ولم يلتحق البتة بجيش الداخل. زيادة على ذلك، اقترح شعباني على بنبلة أن تكون قيادة هيئة الأركان جماعية دورية كل 3 سنوات، على أن يكون أول قائد للأركان أعلاهم وأقدمهم رتبة، تفاديا للانقلابات العسكرية التي كانت سائدة في إفريقيا، مما أثار غضب بومدين الذي رفض ذلك في حوار له مع لطفي الخولي، حيث أبدى استغرابه لفكرة الجيش الذي يخضع لقيادة جماعية. وظهر جليا الصراع بين بومدين وشعباني في المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني في 16 أبريل 1964، حيث قدم شعباني تقريرا صريحا مطالبا بتطهير الجيش من الدخلاء. بعده تدخل بومدين مرددا عبارته الشهيرة: من الطاهر بن الطاهر الذي يريد تطهير الجيش، وبرر اختياره بأنه يفضل الاعتماد على جزائريين من الإتيان بمتعاونين تقنيين أجانب، وإحساسا بخطورة الاقتراحات التي تقدم بها شعباني والتي ستؤول إلى إضعاف سلطة بومدين وهيمنته على الجيش. سعى هذا الأخير إلى الإطاحة بشعباني، حيث كانت البداية بإعادة هيكلة النواحي وتعيين قادة جدد، حيث تم تعيين مقر الناحية العسكرية الرابعة من بسكرة إلى ورقلة وتعيين الرائد عمار ملاح على رأسها. وهذا القرار صادر في 4 جوان 1964 خلفا للعقيد شعباني.
الذي تم تعيينه عضواً في المكتب السياسي وعضواً في قيادة الأركان، الشيء الذي رفضه شعباني ودفعه إلى التمرد. هذا التمرد الذي كان بنبلة وبومدين يدفعان شعباني إليه سيكون ذريعة لتصفيته. إذن أصدقائي، بوجهة نظر شقيق شعباني حول قضية إعدام أخيه، نكون قد انتهينا من هذه القضية التي خلفت جدلا واسعا في أوساط الجزائريين. موعدنا مع قضية أخرى إن شاء الله. وإن كنت قد وصلت إلى هذا الجزء الأخير من الفيديو، ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.